شو جابك لهون؟ أنتِ؟ كونال، كونال وينك أنت؟ لك شو هذا يا عن جد مو معقول، شو هالصدفة هي؟ هلا هي المخلوقة بتفكر إني إجيت لهون لأني عم الحقها. إيه صح، أنت عم تلحقني. لك شو هالحكي الفاضي؟ أنت يلي عم تلحقيني لأنه أنا بيجي لهون على طول، بيجي لهون لأني بحبهم لهدول الأولاد، بحب كتير إجي لهون وأقضي وقتي معهم، لهيك أنا هون، مانك مصدقة؟ يا أولاد صح كلامي؟ إيه صح. اختي بما انه اخي سيد هارت اجى لهون شو رايك نروح نلعب مع بعض؟ مزبوط. ايه يا اولاد بس استني شوي. يلا نلعب. يلا معي خلينا نلعب. مين اللي قفل علي؟ روشني، روشني، يلا نلعب، يلا نلعب، يلا خلينا نلعب. يلا نلعب على لفه. ايه يا اولاد كمان كمان لسه. يلا هلا اعمل مثل ما اتفقنا. ايه ماشي، يلا هلا رح نشغلها. روح شغلها. يلا يلا بسرعه، يلا يلا خلينا نلعب. يلا